ايه؟ لا بطلي عياط، لا انا هسيبك واقوم. نجوم حلو قوي. الباقي في حياتي. انا كنت عايز اعزيكي قبل كده بس كنت خايف ما تعرفينيش، بس انا جاركو في العماره هنا، بس عارف انك ما تعرفيش حد. على فكره مدام نجوى كان ليها عندي حاجات، اسمحي لي ابقى اجيبها لك. تعالي يا سامي، سلمي على طنط ليلى. باقي في حياتي يا كسل. ميرسي، اتفضلي حضرتك اقعدي. لا ميرسي، انا كنت نازله بس هدخل الحمام احسن لا يتلخبط لي الدنيا. خليكي، انا عارفه السكه. اما انا يا سلمى عملت حته عامله هتخليك تغيري وتقولي وانا كمان. تعالي بصي، مش انا غيرت عربيتي؟ نسيت حاجه تحت هنزل اجيبها. طب بالمره ابقى بص عليها من قريب. التليفون حضرتك. ايه اللي انت بتعمليه ده يا سلمى؟ يعني ايه تقعدي في اوتيل لوحدك؟ انت اوضتك نمره كام؟ طب انا طالع لك. ثانية واحدة لو سمحت، ممكن أعرف حضرتك تقرب لها إيه؟ إيه يا سلمى اللي أنت بتعمليه ده؟ هو إيه اللي حصل؟ معلش أنا مش عايزة أبقى عبء على حد. عبء؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ اللي انت شفتيها معايا دي تبقى ليلى. من حق حضرتك، انا مش من حقي اعرف مين هي. هي دي جايه عشان تعزيك. حضرتك ده بيتك، تستقبل فيه اللي حضرتك عايزه. ما هو بيتك انت كمان يا سلمى. لا يا اونكل، ده مش بيتي. بلاش حمط، روح هاتي حاجتك لغايه ما ادفع الحساب. بلاش نضحك على بعض يا اونكل، ده مش بيتي وانت مش ابويا. بس انا كنت عايزه. بس كمان ما ينفعش تبقي مش موجوده في البيت على الاقل لغايه الاربعين. ليه؟ هو حضرتك هتبقى موجود؟ قصدك ايه؟ انا هرجع معاك يا اونكل، بس من فضلك بعد الاربعين سيبني على راحتي. حاضر يا سلمى، هسيبك على راحتي. غريب. هو ايه اللي غريب؟ حد بعت لي شريط لمحمد منير. وايه الغريب في كده؟ حد ما عرفوش، يعني مش كاتب اسمه على الظرف. ليه؟ مش عارف، ممكن يكون بعته لحد وصلني غلط. ايوه بس انت فعلا بتحب محمد منير؟ طب ليه مش كاتب اسمه على الظرف؟ يمكن فاكرك هتعرفيه. يمكن نسي. ممكن يمكن.